مستمرين مشاهدينا الاعزاء ومتواصلين بهذه الانطلاقات المميزة، حيث تعلن انطلاقة الشوط الرابع عشر في مجموعة اشواط صباح هذا اليوم. لنتابع مقدمة الشوط والمركز الاول شاهين سعيد بن محمد بن مبارك المهيري ياتي مع المقدمة ومع الصدارة خلال هذا الانطلاق. ننتقل الى المركز الثاني، شاهين المبارك بخليفة بن خليد السبوسي يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث هناك ايضا شعار سعيد بن مظفر العامري من يحتل المركز الثالث. ننتقل الى المركز الرابع، هنا من تدخل شاهين سعيد بن سهيل بن دعي الفلاحي خذ المركز الثالث في هذه اللحظات وفي هذه التحديات القوية والمثيرة. شوف التنافس القوي والانطلاق المثير لوجود هذه الأسماء التي تتنافس من أجل تحقيق المركز الأول. ما شاء الله مقدمة الشوط المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي والمثير، من خلال أيضا وجود شعار المهيري سعيد بن محمد بن مبارك المهيري. المركز الثاني القادم لسعيد بن سهيل بن دري الفلاحي يتواجد خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الإبداع من الجانب الأيمن. من الجانب الأيمن شوف القادمين، هذا السلع عامر بخميس الينابي يتدخل سريعا، ولكن المركز الرابع ارصد لي من يفرغ الصفوف من اجل تحقيق الناموس. المظفر بن سعيد بن مظفر العامري يصل في هذه اللحظات بانطلاقة ووجود هذا الاسم، ولكن المقدمة السلع عامر بخميس الينابي تهانينا والناموس. المركز الثاني سعيد بن مظفر العامري، المركز الثالث لسعيد بن سهيل بن دري الفلاحي، والمركز الرابع كان دخول سريع للقاء. التوقيت الزمني 2:12.